النقابة عند حضرتك نقابة مثقلة بالتفاصيل وممكن نسميها مثقلة بالهموم. السؤال الافتتاحي بتتابع تفاصيل ومشاكل النقابة وأعضاء النقابة إزاي؟ يعني أول حاجة قلتها لي، قلت لي أنا دلوقتي لازم أقفل التليفون لأن التليفون ده مش هيبطل رن ومش هيبطل رسائل، فعلى الأقل في الحلقة هقفله. يعني اولا يعني شرف كبير لي ان انا يعني اكون يعني نقيبا للمهنه التمثيليه، نقابه عريقه ونقابه يعني اساتذه كبار، وهذا الكرسي يعني قاعد عليه عمالقه يعني الفن في مصر والعالم العربي. احنا نقابه صعبه مش سهله، ونقابه فقيره مش غنيه كما الناس ترى. ومشكلتنا ان احنا عاملين زي لعيبه الكوره كده، لينا برضو عمر افتراضي، يعني تأخذك الأضواء ثم يعني وليس في طبع الليالي الأمان، يعني زي ما تقول سيدة أم كلثوم. فطبعا إحنا الناس فاهمة إن النقابة هم مجموعة الممثلين المشاهير اللي تعرفه. لا، إحنا عندنا 11 شعبة، في شعب يعني ما فيهاش مشاهير لكن فيها ناس مهمة جدا جدا طبعًا. جدا يعني إحنا عندنا فرقة رضا، فرقة قومية، عندنا كل قطاع الفنون الشعبية الاستعراضية، ده عندنا، ودول سفراء طبعا، دول يعني اللي أسسوا الفن الشعبي على مستوى العالم، مش على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم كله. عندنا العرايس، مسرح العرايس، وفناني ومبدعي مسرح العرايس بقى والليلة الكبيرة والحاجات العظيمة طبعا. عندنا السيرك القومي ونجوم السيرك القومي اللي أذهلوا العالم، فطبعا. وعندنا بقى شعب اخرى زي الاخراج الاذاعي اللي هو الاذاعه المصريه مسبيرو، يعني اللي اتعلمنا فيه الميكروفون وحبنا وعشقنا الميكروفون كان من خلال اساتذه كبار طبعا. كنا نتجمع كلنا في طرقه الاذاعه استوديو 37. عندنا شعبه الدراما والنقد وادب المسرح والى اخره. طبعا الناس بتختزل النقابة في المية أو المتين ممثل اللي هي عارفاهم وفاهمة أن كل الممثلين أصحاب الملايين، طبعا ده مش موجود. صحيح. إحنا زينا زي أي فئة في الدنيا، الدكاترة فيها برضو ناس تاخد ملايين، المحامين فيها ناس تاخد ملايين إلى آخره، ولكن السواد الأعظم، وخاصة أن النهاردة سوق الإنتاج اختلف. أنت كنت زمان عندك قطاعات الدولة معاك، مدينة الإنتاج الإعلامي، صوت القاهرة، قطاع الإنتاج، قطاع التلفزيون، منتج مشارك، منتج خاص، دبي، مش عارف عجمان إلى آخره. النهاردة احنا طبعا سوق الدراما اختلف مع تزايد الأعداد. النهاردة انت الأعداد اللي عايزة تمثل أو عايزة تمارس أي فن من فنون المهن التمثيلية، الأعداد زادت جدا، فأصبح ان المعروض أقل بكتير جدا من الطلب، وبالتالي هناك يعني أزمة حقيقية في سوق العمل. والشباب اللي بيتخرجوا من المعاهد الفنية ومعاهد الفنون المسرحية إلى آخره يعانون من إن طبعا بقى في أزمة، مع إن بقى في بقى ما يسمى بالورش، ما يسمى بالحاجات الأخرى، وبرضو هي بتفرض نفسها مع السوشيال ميديا والأدوار اللي بتلعبها برضو إلى آخره وبتاع. فإحنا بنعاني معاناتنا إن سوق العمل ما بقاش يحتوي العدد الكبير والعدد الهائل اللي موجود. الأساتذة الكبار يعانون أيضا من غدر الزمن، وبقى بتبقى موضة، لا استعبان أصلا ما يقدرش، طب أنت جربت، طب أنت كلمته، طب أنت شفته. فطبعا المهن الأخرى، أنت عندك مهنة زي الباليه دي شعبة عندنا طبعا، أو الفنون الشعبية، المهن دي ليها سن، ما انت مش هترقص بعد الخمسين او الستين، او يعني قول الممثل هيعرف يمثل، لكن الراقص دي عمر افتراضي زي لعيب الكوره زي ما قلت لك بالظبط، زي لعيب السيرك الى اخره. وانا بكلمك عن ناس يعني لعيب السيرك العظام دول او راقصي فرقه رضا، الناس دي عايشه على مرتباتها، مرتباتها الحكوميه. طب انت النهارده هيعمل ايه واحد بياخد 1000 او 2000 في في الشهر؟ خلاص. فطبعا يعني عشان كده احنا نقابة كمان زي ما انت سألتيني السؤال ازاي بتتابع، احنا نقابة عارفة بعض، يعني نقابة عارفين بعض، لان احنا النهاردة انت لو نزلت مدينة الانتاج الاعلامي ودخلت شفت كام لوكيشن تصوير، مع رحت بالليل البالون، مع كام استوديو اذاعة، هتلاقينا هتلاقينا. يعني ما احناش يعني احنا مهنة قايمة على التلاقي، يعني المحامي بيقابل زميله خصوم في المحكمة،
الدكتور بيقابل زميله في الطرقه يسلموا على بعض. لكن احنا مهنه اقل عمل هيبقى فيه كام واحد؟ 30 40 واحد. لو بنعمل مسلسل تلفزيوني ولا اذاعي ولا مسرحيه هتلاقي ربع النقابه موجود في صحيح. فطبعا بنبقى همومنا منعكسه على بعض او بنقدر نعرفها. وكمان احنا عاملين بعض الجروبات او بعض المواقع اللي بتخلينا نبقى على تواصل ببعض شويه ونبقى عارفين يعني في نقابه التجاريين او الزراعيين دي نقابات تعدادها يصل ملايين. يعني 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 مش مطلوب من النقيب ان يبقى عارف يعني حتى تمن الاعضاء لان ليها كمان افرع في المحافظات وهنا. لكن احنا نقابه عددها احنا تعدادنا تقريبا 4000 وتقريبا نعرف بعض كلنا. فطبعا المشكله ان احنا تحت دائره الضوء طبعا. فلما حد بيحصل له حاجه الحق ده. يعني امبارح كنت معدي في فم الخليج ماشي وكان معايا واحد صديقي فشاورت له كده على مكان قلت له شايف المكان ده؟ قال لي قلت له ده اللي بيقعد فيه الفنان محمد عبد الحليم منذ ان كان طالبا في المعهد اللي افتكروه كان قاعد يعني في حاله هو ده قعدته. لكن تبص تلاقي حد قام مصور حاجه ولا فيديو يقول لك اتفضل وفلان مش لاقي ياكل طب وانت ايش عرفك؟ يعني 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 انت ايش عرفك انه مش لاقي ياكل؟ في نقابه على فكره احنا نقابتنا مش عشان يسيبك مني يعني من اجيال واجيال نقابتنا تحترم الاخر وعمرها ما تسيب حد. وانا اتحدى ان يجي فنان يقول لك النقابه تخلت عنه يعني. انما انت ما تجيش تلاقي واحد قبل كده برضو في زميل اسمه سيد مصطفى وقف بيوقف تاكس قاموا مصورينه وده بيع الراجل طلع انكر برضو الاستاذ محمد عبد الحليم نفس الكلام الله. وبعدين هو احنا المهنه الوحيده اللي فيها ناس تعبانه؟ ما كل المهن فيها ناس تعبانه. ما نعرف مهندسين تعبانين وزراعيين تعبانين واطباء تعبانين الى اخره يعني. لكن النقابه تحترم والنقابة احنا عندنا مظلة اجتماعية وصحية على اعلى مستوى. احنا لا نترك احد